يقول السائل: أريد أن أعتكف يوما واحدا، وأريد من سماحتكم معرفة المدة الزمنية التي يبدأ فيها وينتهي. أنا اللي علمك متى تبدأ وتنتهي، شيء إليك أنت. الاعتكاف أن تبقى في المسجد مدة، يوم يومين 10 أيام، ما تيسر لك. فالاعتكاف ليس له مدة محددة، يكون قليلا ويكون كثيرا ويكون متوسطا. نعم.